هو انه من خلال هذا الحوار اللي داروه معها، هي ماهيش مقتنعه من انه محمد اسمه المبارك بو معرفي من انه هو القاتل نتاع بو ضياف، وقالت من انه فيه شخص ثاني. يعني ترى كش ما عندك انت معلومات في هذا الاطار؟ أنا الحاجة اللي نأكدها لجميع الجزائريين، لا يوجد ضابط جزائري يمكن أن يرمي على رئيس جزائر، ما كانش منها، هذا غير يدور على حاجة أخرى. كيفاش يعني؟ تقصد من انه اللي قتل بو معرفي يعني مش جزائري؟ اللي قتل بو ضياف انا لا اعتقد بانه جزائري الاصل، مستحيل. مستحيل. ويعني درك كاين مشكله كبيره بالحقيقه. يعني النظام اللي استطاع انه يقتل يعني عضو في لجنة التنسيق الأولى للثورة اللي هو عبد الرمضان يقتله ويبقى يكذب على الشعب 30 سنة، يقول عليه باللي راه شهيد ويكتب في الآخر باللي راه شهيد، يعني واش تنتظر منه؟ يعني مخالف. يعني لو كان جا واحد في هذاك الوقت وقال للناس يا ودي راهو اللي يقتل عفان رمضان هو بوسوف، اذا في الوقت يقولوا انت راك تحاول تدير الفتنه وانت راك تحاول تدير المشاكل وراك تشكك في الثوره وراك كذا، ولكن هذه هي الحقيقه. انا يا لا اصدق مليح، نعم انا لا اصدق بان ضابط جزائري يعني قياده جزائريه يمكن أن تأتي إلى ضابط وتقول له اقتل الرئيس، فهمني مليح؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه القيادة ما تمنش، ما تمن حتى ضابط باش يدير هذا العمل هذا. ولذلك أنا على حساب المعطيات اللي عندي راني يعني هذه القضية يعني من اللي صرات، وأنا يعني بالحقيقة كل القضايا اللي صارت انا راني جزء من هذا من هذه المأساة بالنسبة لي. انا يا ضابط في الجيش راه متورط في الرتبة في هذه القضية، وانا هذه القضية هذه الأزمة كلفتني حياتي وكلفتني عمري وكلفتني يعني كل شيء بالنسبة لي. وبالتالي انا اعتقد بناء على المعطيات اللي موجودة الذي قتل ابو ضياف هو الرجل اللي كان ممثل. دونك بو معرفي مش هو اللي قتل بو ضياف. الانسان اللي قتل بو ضياف هو اللي كان ميت وراح. أيوة. واللي من بعد تم سحبه وما تكلمش عليه حتى واحد من بعد. نعم. هذاك هو اللي قتل بو ضياف. بو معرفي يكون هو اللي قتل هذاك السيد. يعني انا يا توجه يعني تحليل القضيه يقوم على هذا الاساس. فالانسان اللي تحصلت له التعليمه باش يقتل بو ضياف هو الانسان اللي مات، لانه مستحيل باش يبقى حي. واللي قتله قتله بو معرفي. بو معرفي هو اللي قتل بو ضياف، هو اللي قتل وقتله على في اطار الدفاع. يعني هو كان من الحرس، هو كان المأمور باش يحرس الرئيس. نعم. كي شافوا تير على الرئيس تير عليه. ولكن من بعد فاق. لأنه وجد نفسه هو رأس سلاح ورئيس ميت أمامه. وشاف الجماعة اللي سحبوا السيد. مع السيد اللي مات هذاك. يكونوا استعملوا واحد من المرتزقة. هذا ما فيش كلام يعني. يكونوا استعملوا واحد من المرتزقة على جال باش يقتلوه. وما لا يكون ربما كلفوا بو معرفي على جال باش يقتل السيد هذا بطريقة أو بأخرى. إيه بو معرفي هو بو معرفي لم يقم إلا بواجبه. بو معرفي كان يعس على الرئيس، شاف واحد سير على الرئيس سير عليه قتله.